يا عبد الله. ايوه فيك شارو مشغل مكيفات والله. الا الله الله يحوم تبد هذا مسعد. وش هو؟ الله يحوم تبد ذا مسعد يا اخوي، كل يوم جايبتنا ذا الفطاير يا اخوي. يا اخي ذي ريت الانسان تريح. وش 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 فطاير مسعد الله يطول بعمره. يا اخي ام سعد ذي تمن علينا ذي الفطاير. بس رجال نعمه نعمه عاد. اي بس كل يوم فطاير فطاير. حوم تفود يا ام سعد، واللي يشوفها يقول هي اللي قاعده تطبخ. كل يوم مرة على محل حلويات، حسيت يوم من الايام بقلب المعيدي للفطاير ولا الشوكولاتة. يا رجال انا الفطاير وقفت فيذا، فطور فطاير، غدا فطاير، ما تطلع الفطاير ما تعرف تصلح الفطاير، جعل يديها تفقع. بينك سعد والله انا ما قصرت بيتزا يا اخوي، ما اشتهيتها يا اخوي، بعد خفنا بربسها بعد اخوي والله العظيم تاكل عقب رجعها كلها كلها. كيف الطعم اليوم؟ كل يوم لها طعم متغير. والله هذا العذاب مساعد ذي ما تستعي. حسبي الله ونعم الوكيل. وش العلوم؟ ما دريت. وش ابوك يقول له تعبان. والله يبشرك بالخير. كفار ابوك يبقى حتى احنا مشلخ روسنا، بس ترى ابوك عادي. يا رجال ابوك من تزوجه الثانيه هو ساحب علي وعليك. والله ما درى عنك. محوشه عليه الثانيه الدهنيه. ابو سعد تعال خلا حبيبي ولا هي طاقه الخمسين هي شي نسترجع البقر ولا بعد الجماعه يقومون يصلي معنا الفجر شكل الرجال مره لا بعد بعلمك شغله يا اخي انا يعني انت بعد ترى العالم تتشكاني كل يوم داكتن علي اخوك ذا المعقب ذا ما يستحي ترى انه معتمدين على الله ثم عليك ما عنده دراهم ترى انا من طلقت المره وانا وضعي على الحديده يا اخي نوم انا يعني انت عارف عندي ولد قاعد اصرف عليه متحمس وابتعاث وجامعة وتعليم وروحة وجية أنا ما أدري بعد قلت له ما فيه من اقطع السالفة ولدك الحين رجع ما بعد من تصرف عليه ولدك راجع الحين بيروح بعد يومين أو بعد متى بيروح ولدك؟ لا ما برايح شال السالفة لا أنا جالس معي عقب أمشي عقب أروح المبتعث مش قاعد يقول خليني أشوف من دري داك داك وأشوف أنا مساعدني وهي حوم تبدأ ألو نعم ايه ولدة حصل الله عزاك وشو وش ذا ابوي مات مات ابوي مات ابوي مات ابوي مات الله يبشرك بالخير اللهم لك الحمد يا رب الله يبشر بالخير من اللي نعطيه البشاره من هو الله يطول بعمره ابشرك ابوك مات طالع له الريح طيله اجل يلا يلا مشينا 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 برا المقبره المقبره نروح نشوف شو وضعه ايش مقبرته ابوي خل نروح المحكمه نخلص امور الورث لا تلهط هذه المره يلا يلا خلنا ناخذ خطير مساعدنا نقنق عليها على الطريق يو ايش البشاره الزينه ذي يا اخوي الله يجعله منه يا اخوي لا اله الا الله يو يو وش ذا يا لا اله الا الله ها وش الدراهم ذي الله ياخذ مو بقايله مكنسة الدنيا كلها ومانن علينا ولا حتابها ولا حتابها الله يرحمه الله خذها منيته وفكها منه الله يرحمه الله لا يرحمه راح ولا علمنا احنا خلاص عاد جبت طاريه راح بخيره وشره راح قبروه يقولون قبروه يقول وجهه مسود لا 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 مبتسم مبتسم وجهه مسود الله يسود وجه العدو الحين شو العلم الحين؟ شو؟ وشو؟ الحين يا طويل العمر اي لازم نغير هندامنا ذا نغيره ونلبس شيء زين ونظيف بس كذا طول بيحسدونك العالم هذا ولدك دخل سم السلام عليكم سلام هلا شلونك يابا هلا هلا وسهلا هلا 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 شلونك يا عم هلا حياك الله ان شاء الله مساك بخير شلونك الحمد لله يابا ما شاء الله داخل مسفل ابشرك خلصت اجراءات واموري وقبلوني في الابتعاث يابا ما شاء الله اي والله انت مصر على الابتعاث ذا اي والله يابا وديني اسافر والله اصبر شوي تو جدك متوفي خلنا تجي الدراهم والورث ونجمع ونوزع ونرتب وخذ كم قرش واطلع ابد
جدي ما ادري تجيب ولا منك الان جدي توفر علمتوني اي ما تعبان تعبان هو تعبان بعد يا رجال تعرف انت راح راح بخير ان شاء الله بس اسمع انا من رايي وانا ابوك خلي موضوع الابتعاث الحين بيجيك خير وبيجيك دراهم الشهاده تجيك لحد باب بيتك شنو الابتعاث لا يا ايبه ما يصير انت عارف يا ايبه ما قصرت معي في الاولى ولا بتقصر معي في التاليه ومن اول الزمان تربي فينا يا ايبه والحمد لله جت الفرصه اللي ارفع في راسك يا ايبه ونفس الوقت انت تعرف العلم سلاح في اليد يا ايبه والجهل مصيبه يعني ابو بليسك اللي يشوفني يقول ذا مره دارنا على الملايين ما بعد جت الدراهم قاعد راجع فيها المحامي تو داقل علي اصبر بسلفه بسلفه 5000 5000 تجيك 5000 انا ابوك امريكا وانا عمك والله امريكا والله يبا ابشرك الامور ميسوره انا كنت اجمع مكافات الجامعه ويعني في معي دراهم بتمشيني في ان شاء الله اذا وصلت تشوفها براحتك انا بخلص الاجراءات لاني بكره اسافر يبا فجيت اسلم عليكم ان شاء الله امريكا ولا بريطانيا بريطانيا هاي بريطانيا الله يوفقك انا بعطي 5000 لا يروح عشان ترجع لي 20 اجل ورث ما بعد خلصنا تحصيل الديون والورث اللي بناخذه 5000 هاي خلها معك خلينا نخلص امورنا ما معنا سياره وشلون نروح المحكمه والراجل اصبر ولدك عندك محامي محامي ب 20% والله صادق والله هي عاد استاذنك يا ايبه الله الله يوفقك الله ان شاء الله سلم 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 لعمك حتى سلم دعواتك يا ايبه ثمان الله قد عندك في البيت ها ثمان الله قد قد عندك هنا بيت عشان اذا راح ذا البليه تدري راح يا ابوي راح الله يستر عليك تدري عامر الله درب السلامه يعني حمود من يعني احبه حمود مين حمود انا وانت هذا هذا عيسى بزبوز بزبوز عبوز بزبوز الله يبارك فيك الله يبارك الله يوفقك حمود يا سلام يا ابوي حمود انتم بالبر سلام سلام يا حمود انتبه لا تجيني خبر ها حمود يعليك الظهر وانت وياه هو هذا المحامي يرد عليك ايه شكله تسليم من وين الو وعليكم السلام اهلا وسهلا حياك بالله عليك الله يسعدك ما كنت الحين مسافه الطريق من عندك هي انا ابو حمد ايه ابشر ها تاكل خير جت الدراهم تاكل خير يسلمونا يسلمونك عطى عطى ركس السامبا وباطا يلا 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 لا اله يا الله يو شفت 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 شف الله اكبر ما شاء الله تبارك بيض الله وجهك يا دكتور ناصر دقيقه دقيقه تعال 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 ابو محمد دقيقه تعال تعال الله يبشرك بالخير يا ابو ناصر طولنا بعمرك والله العظيم انك ما قصرت الله يجزاك خير الزبده ارسل لي حسابك ها ارسل لي رقم حسابك يوه ارسل لي ايه يوه ارسل لي رقم حسابك لا اله الا الله ما بغينا نطرخ وش ذا اقول ما بغينا نطرخ وش الدراهم ذي جتنا لا اله الا الله يمين اقول سيدي عاد ايه يا اخي من الطراخ عاد اقول لك ايه لا شوف اول شيء تغير صوتك الله تدري عاد يا ابو حمد ها حتى كحك عاد شيوخ كل كحة كنك تطرش 500 تدري عاد ابو حمد ها من الطراخه ودي اسوي شارع قدام باب بيتي وتسمي باسمك وش ذا وش ذا قام يذن الدنيا الدنيا حتى الدنيا قامت تذل لا اله الا الله يذكرونك بالاخر يذكرونك بالاخر اي لا لا اي بس اقول ودي اسوي شارع واصك 23 مطب تدري ليش؟ عشان لما يرق الموتر يبدا يلتفت على البيت الفخم والديكوريشن والجبسيات لا 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 تفكيرك ذا عجيب حتى انا بعط لي شارع بعدنا تحط شارع ترى في ناس بيجونا بكره عزمتهم اليوم انه اول مره نعزمها بالله ذا مساعد الله يبغثل تبدأ وياه في طايرها ما ايش اسمه كم نحط لهم ذبيحه؟ اثنين تراهم اثنين ايه خذ لك خذ من المزرعه من عندنا خذ لك 23 راس 23 راس اي 23 راس وقت ما تستحى على وجهك وحاشي وش بعد وتكفى لا تغسلون على المويه انا قفلت الخزان من العود ونشاريه كبها في الخزان خل الحنفيه تصب شو اسمه دهنعود دهنعود بس 23 شويه يا رجال انا زعلان خلها 180 راس 180 راس 180 يستاهل ابو واللي يبقى ياخذنا معهم انا بيني وبينك ضايق صدري ايه ابو عبد الله زعلان مني انا عازمه البارح ولبيت الفواكه في المسبح بس 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 بالمزرعه اي كبيتها وحسيت انه متكدر ضايق صدري طلع كم جبت من طن؟ جبت ثلاث دينات كبيتهم في المسبح وحسيت انه تكدر شوي لكن انا ابى اراضيه بحوت ابى اجيب له حوت
ترانزيت من بريطانيا نعشيه يستاهل. الله حمد الله ما قصرت والله دق عليه. ما عندنا سمك فيليه ما فيليه حوت رساله ذا الحين ابي طيب خاطره يا رجال يزبطها الاصبع طوني طوني كنداسه هذا مدير اعمال توك حطيته مخزن توني حاطه طوني كنداسه لوز حوت ما في رحله رقه في طياره خاصه ما شاء الله يا اخوي ذا طياره خاصه ذا مو بعاقل. يلا يلا ابو سعد هذا الغالي و ايه العود بدق على ايش اسمه الحضرمي العود العود ابو ابو الحضرمي ابو 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 عنبر قايد قايد ابو عنبر ابو عنبر هو ابو عنبر باقي حي وما مات ما مات هذاك اللي ندرن في دراهم لو ميت قام من قبره بجاكرته هو خايف انه عود ودهنه خايف انه بجاكرته يلا يلا نشيله اي يلا 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 بوريك ايش اسمه نروح للحين بس انه ولدك ذا حمود اقبل اي هو توه واصل دق علي اليوم الصبح وما يدري سالفته جاء انا بمشي ما ادري اذا حرفشة بابه ذا صقعت بابه هذا اي سويت له مسجد وبنيت له قصر في الصالحيه ايوه هذا هو جاي ما شاء الله تبارك الله كنا مدرسه نضيع الصالح لا الله مرحبا طيب استغفر الله هلا هلا ابوي هلا هلا ابوي والله ما عرفتكم والله حبيت راس حق ما كرهت الدراهم ما قمت حب الراس شلونك يا عم عشان حبيت الراس طال عمرك شلونك يا ايبه الله يسلمك بشرنا عنك شلونك ابشرك يا ايبه خلصت اموري اللهم لك الحمد واخذت الوثيقه وهذه الساعة المباركة اللي يابا أرمع راسك فيها اي والله ما شاء الله زعلوك الدكاترة لا بشر فجر في الجامعة حقتهم ذي لا يا يابا أحوس أحوس يا بعد روح أحط لك جامعة جنب البيت أرسل عليهم ذا البقر اللي شريته شيخ أصدمهم بالبقر صدمهم صدمهم بالبقر بالبقر سمعني زين خذيت بشتك شو أنا حاط لك في المقلط وش بشته يا يابا البس وين أنا جايبه ما هي البشت ما يحتاج يا يابا لا أنا شخصيا بجيب لك تلبس البش من اليوم تطلق انت ولد الشيخ والبش اللي غير الاخضر الحق ولد الشيخ جزعان انت ايبا ما ربيتنا على الامور ذي ايبا اقول اقطع وخص ايش كان ايبا هذه عقوق تعق والديك تعق والديك والله انك قليل ادب انت شيخ لا والله انك قليل ادب انت الان الشيخ وش رايك؟ قليل ادب قليل ادب ما له علاقه بالعقوق ايبا اسكت اسكت عقوق لعنب ابو بكر ما يصلح لوجهه انت حاطه في ملمع اخضر علم علم هي عقب ابو بكر تلبسه لو ما تلبسه ربطك بالبشت جبه جبه جايب لك سيف من ذهب من ليبيا الله عليه يوفق شارون جايب لك سيف من ليبيا عشان انت ولد الشيخ شو تفشن قدام ناس هذه عقوق عشان خاطرك يا ابو بلبسه تعق ابوك لا ترفع ضغطك يا ابوك ارفع ضغطك قبري ارجوك قبري لا 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 قبري جيب جيب البشت الله لا يبارك فيك انت وولدك جيبه جيب البشت الله لا يبارك فيك كنا شلونك يا عم في الصومال على ذا الكشخة انا كني اشارة ضوئية بالبشت والله كنا اشارات كني تحويلة بقى البشت بقى كني تحويلة الله لي وفق وش ذا يبا تدري البشت هذا جايبه من وين تدري من جاري لك هذا هذا اللي ما تستحي جايب لك اياه من جورجيا هذا مذهب جورجيا جورجيا هذا مذهب تعرف مذهب وشو يبا امسك قول ابو سعد تعال في ذا مر خلخك بالسيف يبا جورجيا اخبرها جبنه يا يبا ذي شو ذا الله يوفق شارون جبنته مذهب ذا البس البس البسه البس عاد والله كنك تيفر الاتحاد ما يا يبا ما ودنا كلمت على نفسك اقول البس بس عطى عطى يبا هالسيف هالسيف طال عمرك جايب لك مذهبه من ليبيا شطر طول وش ذا البس ذا؟ عالمي وشو لا يا ابو شو عقالك؟ تعقبوك تعقبوك كل ما تستحي صاير انجليزي ادب اقطع صاير انجليزي ادب صاير انجليزي ادب ايش فيك انت كذا؟ هذا امريكا امريكا اللي مضيعتك ابسه 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 لا البسك اياه ايه لك الصلاح والهدايه تعال وش هذا؟ ابو سعد اسمعني زين انت من اليوم ورايح وش تبي السياره بنت لي ولا ولد لك تبي بنتي ولا ولد ولا بنوراما ولا يخت ولا مرسيت ولا رنج ولا تاهو ولا يوكن يبا عسى ما يحسبونها دعاية بس ما 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 يحتاج يبا ذي كلها أنا ودي أكون نفسي بنفسي ما يحتاج إنك يعني تتعب نفسك معي يبا كون نفسك بنفسك أقول
جدك راح بخيره وشره، الان انت